أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة عبس عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مكرمة مرفوعة مطهرات بأيدي سفرات كرام بررات قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة نطفة فخلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا حبا وعنابا وقضبا قضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا غلبا وفاكهة وأي أبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شيء شأن يغنيه وجوه يومئذ مسافرات ضاحكة مستبشرات ووجوه يومئذ عليها غربة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرات.